هذا الحديث الرابع حديث مسعود فيه فضل قراءة القرآن والثواب العظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بالكثرة فينال على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وجاء في تتمة الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف فيها ثلاثين حسنة، فيها ثلاثين حسنة. فهذا فيه فضل قراءة القرآن الكريم، وأن من يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة. هنا يأتي السؤال: إذا كان فضل قراءة القرآن في كل حرف حسنة، أيهما أفضل إن جلست أقرأ القرآن؟ هل الأفضل أن أسرع في القراءة وآتي بها حدرا سريعا، أو أقرأها قراءة متأنية بتدبر وعناية بفهم القرآن؟ هل أقرأها سريعا لتكثر الآيات والسور فتكثر الحروف التي قرأتها فتكثر الحسنات، أو أنني أقرأ قراءة متأنية مرتلة؟ في هذا يقول ابن القيم: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا، ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. مرة ثانية يقول: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول الذي هو قراءة الترتيل: كمن تصدق بجوهرة عظيمة، أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. والثاني: كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم، أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم أقل. فالحاصل أن القراءة التي تكون بالتدبر أثرها على العبد وعوائدها عليه عظيمة جدا، من حيث زيادة الإيمان، من حيث تحقيق مقصد القرآن. ولهذا ينصح أهل العلم في هذا المقام: من يقرأ القرآن لا يكون همه متى أختم السورة، ولكن أن يكون همه كيف أهتدي بهداياتها، كيف أهتدي بهداياتها. نعم. السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله طائفة منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم.